شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام يا رب. الله يبلغنا شهر الصوم ويجعلنا فيه من خيار القوم الذين يحسنون السباحة والعوم في بحر الصفاء والسلامة من كل لوم يا أرحم الراحمين. عسى بجاه القوم نلحق بهم في العوم وما جرى من لوم يغفر بجاه الله. يقرأون رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. الباب الثاني عشر في شرح الخرقة المشايخ الصوفية. لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريد وتحكيم من المريد للشيخ في نفسه، والتحكيم سائغ في الشرع لمصالح دنيوية. فماذا ينكر المنكر للبس الخرقة على طالب صادق في طلبه يقصد شيخه بحسن ظن وعقيدة ويحكمه في نفسه لمصالح دينية ويرشده مصالح دينه ويرشده ويهدبه ويعرفه الطرق الموجبة ويبصره بآفات النفوس وفساد الأعمال ومداخل العدو، فيسلم نفسه إليه ويسلم لرايه ويستسلم لرايه ويستظهر في جميع تصريفاته، فيلبسه الخرقة إظهارا للتصريف فيه للتصرف فيه، فيكون لبس الخرقة علامة التفويض والتسليم ودخول في حكم الشيخ، دخوله في حكم الله وحكم رسوله وإحياء سنة المبايعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو زرعة بسنده إلى أن قال حدثنا عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أخبرني أبي عن أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكره، ولا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. وفي الخرقة معنى المبايعة، والخرقة عتبة الدخول في الصحبة، والمقصود الكلي هو الصحبة، وبالصحبة يرجو المريد كل خير. وروي عن أبي يزيد أنه قال من لم يكن له استاذ فإمامه الشيطان. وحكى الاستاذ أبو القاسم القشيري عن شيخ أبي علي الدقاق أنه قال الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق ولا تثمر، وهو كما قال يجوز أنها تثمر كالأشجار التي في الأودية والجبال، ولكن لا يكون لفاكهتها طعام فاكهة البساتين. والغرس إذا نقل من موضع إلى موضع آخر يكون أحسن حال وأكثر ثمرة لدخول التصريف فيه. وقد اعتبر الشارع وجود التعليم في الكلب المعلم وأحل ما يقتله بخلاف غير المعلم. وسمعت كثير من المشايخ يقولون من لم يرى مفلح لا يفلح. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا العلوم والآداب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يروى عن بعض الصحابة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. فالمريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ وصحبته وتأدى بآدابه يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد، كسراج يقتبس من سراج، وكلام الشيخ يلقح باطن المريد، ويكون مقال الشيخ مستودع نفائس الحال، وينتقل الحال من الشيخ إلى المريد بواسطة الصحبة وسماع المقال. ولا يكون هذا إلا المريد حصر نفسه مع الشيخ وانسلخ من إرادة نفسه ويفنى في الشيخ ويترك اختيار نفسه، وبترك اختيار نفسه وبالتأليف الإلهي يصير بين الصاحب والمصحوب امتجاز وارتباط بالنسبة الروحانية والطهارة الفطرية. ثم لا يزال المريد مع الشيخ هكذا متأدب بترك الاختيار حتى يترقى من ترك الاختيار مع الشيخ إلى ترك الاختيار مع الله تعالى، ويفهم من الله كما كان يفهم من الشيخ. ومبدأ هذا الخير كله الصحبة والملازمة للشيوخ، والخرقة مقدمة ذلك، والله أعلم. الحمد لله المنور للقلوب المتوجهة إليه
من جميع ظلم الأغلاس بكسوتها من خلع التقوى أفخر لباس يزول به كل وسواس من قبل النفس أو الخناس ويرتفع به الالتباس ويقوى به الاعتضاد بتقوية الأساس. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى خير الناس المكسو من حلل تقواك ومعرفتك وعنايتك أسمى وأفخر وأعلى وأغلى وأحلى لباس، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وعلى من شرب من تلك الأبحر والأنهار من مطهري السرائر عن الأكدار والأقدار على ممر الأعصار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار يا الله. يتكلم الشيخ في هذا الفصل عن اللباس المتعارف بين خيار الأمة وما فيه من وجه ارتباط متعلق بالمشي على سواء الصراط والتخليص بقواعد الورع والاحتياط من جميع ما يلاقي الناس ويطرأ عليهم في السير من اختلاط أو اختباط. جعل الله السعادة لهذا الإنسان في تخلصه من الهوى وتسليم هواه لما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقسم الرحمن بربوبيته في القرآن أن لا يتحقق الإيمان إلا بهذا التسليم الكامل لرسول الله في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم إن الإنسان بما يخصه الله من فهم ووعي ونورانية مهما قصد سلوك السبيل إلى ربه فإنه بعقله وفهمه ونورانيته يتحرى الصواب والهدى ويتوقع الضلال وموجب الانقطاع والوقوف، ولكنه لا يهتدي بمجرد العقل والعلم إلى تحقيق ذاك المسار والسلامة من الآفات التي تصيب السائرين والتوقفات والانقطاعات والأكدار إلا بإرشاد من سطعت عليه الأنوار من سر الوصول إلى أوج صفاء الحال مع الكبير المتعال جل جلاله. ولو كان أحد يغتني بعقله وعلمه في سلوك السبيل إلى الله تعالى لكان الأولى بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مهاجروهم وأنصارهم وأولهم وآخرهم، كانوا في شدة الحاجة لأن يتخلوا عن آرائهم في كثير من شؤون سيرهم وأن يخرجوا عن مراداتهم وأن يسلموا الزمام لخير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الله فيه: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وإن كنتم أصحابه وإن كنتم أول الأمة وإن كنتم السابقين الأولين
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فتركتم أهواءكم ونبذتموها ورفضتموها وتأدبتم وخضعتم وخشعتم وامتثلتم أمر النبي. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فبهذا التأديب من سيدنا النبي الحبيب لسادتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم تم وصولهم إلى الله. وحينئذ نشأ بين الصحابة معاني من الإنقيادات والتسليمات في كثير من الشؤون، من صغارهم لكبارهم، ومن متأخريهم لسابقيهم، ومن المتخصصين بالعلم والمعرفة فيهم للمتخصصين بالعلم والمعرفة فيهم ممن سواهم. وكان هذا مجروءا في حياة الصحابة وحالتهم، حتى أن الوارد ليستقي من هذا المعين إلى المدينة يدرك الأمر. فكان بعض الوفد الذين وفدوا على سيدنا رسول الله فيهم شاب حريص على العلم في التعرف على درب الله والسير إلى الله، فكان يترقب الفرص ليكمل خدمة قومه ويذهب ليجالس النبي ويستفيد منه. فإذا صادف بعض أوقاته أن النبي لا يبرز في مثل ذلك الوقت ولم يجده، ذهب إلى أبي بكر، فإن لم يجده ذهب إلى عمر. فكان يستقي من المعادن ويقصد أولئك الأكابر والأبواب المدخلة له إلى تلك الرحاب الفسيحة. إذن فالكل محتاج إلى ارتباط صادق يستقيم به على سواء الصراط، وليس طريق الله وسبيل الله بوليد لعقلية، وحسب العقول أن تهدي أصحابها إلى عظمة طريق الله وإلى جلال طريق الله وإلى أنه فوق مستواها، وتهدي أصحابها لتسليم الزمام للهداة إلى الله. فأصل ذلك وأوله في هذه الأمة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فأمروا بالتسليم التام المطلق له حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن الله سميع عليم. ويقول سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ما يذهبون إلا بإذن. قال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم بحسب ما ترى مما أتمناك عليه من رعاية مصالحهم والخير لهم، فأذن لمن شئت منهم، ومع ذلك استغفر لهم الله إن يلحقهم نقص. حتى إذا استأذنوك وراحوا ليس الأمر كحال من يضحي ويقف معك مهما كان ظرفه، فإذا أذنت له مؤمن استغفر له، إشارة إلى أن حصل له نقص، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. بعد قال:
قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا بلا إذن ولا يدور فرصة يقول كذا مشو ما حد يشوفه شل نفسه روح الله يقول أعد حد يدري أني هنا ولا ما عاد رد على التليفون ده ولا ما لكم خلاص برا انتهت المسألة. والله الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبهذا السر وجدنا السابقين الأولين من مهاجم الأنصار تصفت نفوسهم وتزكت وتخلصوا من أهوائهم أصلا، فكانوا صلة ووصلا، وكانوا منة وفضلا، تسيل منهم سيول المعارف على كل مصاحب لهم ومؤالف عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فرأينا حالة التابعين مع الصحابة وما ولجوا إلى الرحاب إلا من ذلك الباب، وأخذوا تلك الآداب فورثوا أسرار جلوس الصحابة بين يدي المنزل عليه الكتاب، يغضون أبصارهم ما يحدون النظر إليه كأن على رؤوسهم الطير. فنجد الصحابة مع بعضهم البعض والتابعين مع الصحابة كذلك، عبد الله بن عباس متربا بجوار خير الناس ومدعو له من قبل رسول الله بفقه الكتاب، بالفقه وعلم الكتاب وعلم التاويل، يأتي إلى شيخ زيد ابن ثابت فلا يرضى أن يطرق باب شيخه ولا أن ينصرف عن باب الشيخ، يجلس كم دقائق، خمس دقائق، عشر دقائق، يطول علينا مضى يخرج علينا 20 دقيقة، 30، نصف ساعة، ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، ويظن أن يحوز سر الإيمان والمعرفة من إذا جلس 10 دقائق ضاق صدره، ونصف ساعة وساعة يقول هذا مشكلة، هذا مشكلة، يقول مشكلة فيك. يجلس من الصباح إلى الظهر أحيانا. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله على باب زيد بن ثابت لا يرضى ينصرف ولا يرضى يطرق الباب، قال قد أطرق الباب وهو في منام أو شراب أو قراءة أو شيء من شغله الخاص فأزعجه أو يصلي أو يعمل شيء، لا أطرق ولا أنسى، كيف أنصرف وأقنع عن ملازمة من يفيدني علما يعرفني ربي يقربني من إلهي ويجمع قلبي على ما بعث النبي بجمع القلوب عليه، ما أرضى أنصرف ويبقى على الباب. الريح تهب والشمس فين فوقه كذلك الريح، حتى أحيانا من الغبار وكثرة الغبار يمر المار ينظر لا يعرف من هذا من كثرة الغبار على وجهه، يغطي وجهه من هذا ما عاد يجي عليه، وإذا خرج وجد ابن عباس على الباب، ما لك يا ابن عم رسول الله متى وأنت هنا منذ كذا، قال ما لك لا تطرق، اطرق الباب، قال لا أطرق الباب خشية نزعجك ولا أنصرف عن بابك. سمعت ما عاد يعرفون هذا في أدب الدين وطلب الوصول إلى رب العالمين إلا في شؤون شركات مؤسسات تنظيمات حزبيات، أيوة نفذ ثم ناقش، ما فيش نقاش، أنت جندي هنا نفذ. وأحيانا أمر مخالف لنظام الشركة من رأس إلى العقب، مالك كيف هذا مشيت؟ تعليمات، يقول لك إيش فيه؟ تعليمات، تعليمات، يقول لك تعليمات جات من فوق، خلاص من فوق
وين فوق هودة؟ فين هودة فوق؟ ما عرفت فوق أنت. لو عرفت فوق كان لك حال مع فوق الفوق ها؟ لكن التحت سميته فوق. في تعليمات جات من فوق أهملتها وضيعتها ولعبت بها، ما صاروا يعرفون هذه الآداب، فابتلاهم الله بأن يخضعوا لمن لا خير فيه، أبوا أن يخضعوا لمن يقربهم فخضعوا لمن يبعدهم، أبوا أن يخضعوا لمن يوصلهم السعادة فخضعوا لمن يوصلهم للشقاوة. وكل من تأبى عن خدمة من يستحق الخدمة ابتلاه الله بخدمة من لا يستحق، فيخدم من ليس أهلا أن يخدم، نتيجة للعمل جزاء وفاقا لأنه مرضي. هذا السر في الوجهة إلى الله عرف في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأقامه النبي بعدة صور في مختلف المجالات إلى حد. وإذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، كيف؟ حاربوا تسلط الهوى في شؤونكم كلها، حتى في أسفاركم إذا وصلتم ثلاثة لابد تجعلوا واحد أمير واثنين خاضعين. تعلموا هذا الغضون، خلوا تسلط الهوى بدعوى الحريات الخربات المخربات المتلفات المهلكات، كونوا على زمام الأدب والخضوع والشورى ومحاربة النفس والهوى، مخالفة الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، حتى في شؤونكم العادية سفر في سفر ثلاثة منكم خلاص واحد أمير، اثنين مامورين، نمشي الليل نمشي الليل، نمشي الصبح صبح، خلاص باقي سكتوا، شاوروا لكن ارجعوا لواحد، بلاش هوى، ماشي هوى. حارب تسلط الهوى في مختلف مجالات الحياة. أما سراياه غزت يبعثها فيبعث مع كل سرية أمير، ساعة صغير ساعة كبير ساعة من المسابقين ساعة من يقول هذا أميره. سمعوا، من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. شوفوا قدامك فلان بن فلان، هذا هو فلان بن فلان اللي عادوا أسلم بعد كثير منكم، أيوه واحد يعصي يعصينا، واحد يطيع يطيعنا، تسمعوا ماشي هوا، خضوع أدب. هكذا رب صلى الله عليه وسلم، هذه حقائق الحرية في تخلص الإنسان من شر هواه والمكائد التي تحيط به لتهوي به. إن اتباع الهوى هوان، ولا نون أصله بعد ولا حذفت نونه، هوان أصله فحذفت النون ثم هوى. إن اتباع الهوى هوان، واعلم هديت، وخير العلم أنفعه، أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل. فتجد عند التخلص من الهوى عمل قليل يبارك فيه، وأعمال يسير يقوم بها جماعة تنتشر وتتبارك، وينشر الله بها هدى ونور كثير، وتخطيطات وتنظيمات ومبالغ طائلات وطلعات ونزلات وتأليفات وإذاعات، الهوى وسطها لا تثمر لا تثمر، وربما انتهت إلى محاربات بينهم، وربما انتهت إلى تخريبات في واقعهم وواقع من حواليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله، يريدون دينا يتبع عقولهم. يقول أنت اذكر لي الحكم الدين وخلي بعد ذلك التصرف لعقلي. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، الدين إلا تسليم العقل للخالق، ما هو التصرف في منهج الخالق بالعقل. العمل بالعقل صح، اعمل بعقلك، لكن في منهج الخالق، بمنهج الخالق
ما هو تصرف منهج الخالق وتزيد وتنقص فيه بعقلك، منهج الله، ما هو وليد العقول. العقول هي مخلوقة تحتاج إلى منهج الله، منهج الله ما يحتاج إلى عقولنا، عقولنا محتاجة أن تتنور وتتزكى بمنهج الله وتفكر بمنهج الله وتضبط قواعد تفكيرها بمنهج الله. هذا أمر يحتاج إليه العقول. نعم، وإذا كان ما أحد يفكر أنا يحكم عينه في النظارة مثلا، يقول لابد تكون هذه النظارة تحت الحكم، ولكن يلبسها فوق ويحطها في محلها ويخليها العين تابعة لها ومستمدة منها وما تنظر إلا بواسطتها. منهج الله أعلى، منهج الله أكمل، منهج الله أرفع، ولا بد لنا من التخلص من أهوائنا. لذلك جرى حال الصالحين من التابعين على حسن أدب مع صحب. هذا نفسه سيدنا عبد الله بن عباس من الصحابة، جاءنا في حديث بسند صحيح أنه لما خرج يصلي سيدنا زيد بن ثابت على أمه في جنازة أمه، توفيت أمه، قربت له البغلة ليركبها، تقدم ابن عباس يأخذ بزمام البغلة يقوده. لما ركب زيد شاف قال خلي عنه يا ابن عم رسول الله، ابن عم النبي خلي واحد تاني مش أنت تمسك الزمام، خلي عنه يا ابن عم رسول الله. قال سيدنا ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. فتناول زيد بن ثابت يد ابن عباس وقبلها وقال وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. ما حد منهم في هوى، كلهم على منهج سواء، أتباع الهادي، أتباع الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. ها ونعم صحيح هكذا أمرتم أن تفعلوا بالعلماء والكبرى وأنا عالم فيكم، بس انتهت المسألة. قال وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم رضوان الله. وسرت السراية، وجدنا الشافعي يقول أنا عند مالك أصفح الورقة صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعه. سمعت يقول الربيع عند شافعي ما اجترأت أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. هيبدًا وجه كيف جلسوا عند أئمتهم، وكيف جلسوا أئمتهم عند من قبلهم، وكيف جلس الصحابة عند المصدر المنبع لهذا الخير كله صلى الله عليه وسلم. تسلسلت فيهم. الله. ولهذا ما يتخلص من الهوى ويصح له السير إلى الرب سبحانه وتعالى إلا من خضع لنوراني رباني يقود إلى الخير. من لا صحب في زمانه شيخ عارف مكين مرت حياته وهو معدود في المفلسين. لهذا سمعت أبو يزيد يقول من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان، ضروري إذا ما حد له شيخ يهديه إلى طرق التخلص من الهوى وتخليص الأعمال من الشوائب. فإبليس ماسكه يمشيه يضحك عليه وهو عنده خبرة في الإغواء قديمة، يقول له أنت على حق، يقول له أنت على نور ما شاء الله، عرفت الكتاب، عرفت السنة، عرفت الحديث، بارك الله فيه، ما شاء الله. لا عاد تشغل نفسك على الشيخ فلاني ولا الشيخ فلداني، شوف أنت بتقدر تنفع أكثر وعندك عقل وعندك دراية بواقع الناس، خدم الدين سواء، خلك من هذا، جبر خاطرهم بس، جبر خاطرهم، خلك هكذا مرحبا بالظهر. لكن أنت ما شاء الله عليك وسوسة من داخل، مدرسة الهوى شغالة يرقي فيها من ابتدائي إلى إعدادي إلى الثانوي، يطلعه جامعي بعدين في الهوى، جامعي كبير فكره كله يعرف يكذب،
يتخذ مخالفة الظاهر للباطن ديدا، دين له وجهين قدو، وجهين، وهو معرض لأن يحشر يوم القيامة بوجهين من نار، وسليم من شركم بالوجهين، وذا يعد أنه من حذاقته وشطارته على تصلح وجهين. إيش من شطارة هذه؟ هذه خسارة، ما هي شطارة، لكن مدرسة الهوى من داخل ربته 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 ربته، تخرج خريج صح، خريج مدرسة الهوى الإبليسية بمستوى بدرجة ممتاز، وإلا جيد، وإلا ما حصله من الرتبة عند إبليس، نعوذ بالله من غضب الله تعالى، وخلصنا الله من شر الهوى. في هذا قال: ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية من العلماء العارفين بربهم، فإن لم تجد فالصدق خير مضية دي. وأخذ العبرة، العبرة علم شريف علمه الله سيدنا الخضر، أراد أن يتعلمه كليم الله، كليم الله موسى قده واصل إلى الله وقده موصل إلى الله، ولكن لما أراد يتعلم هذا العلم قال الله روح أين عبدك خضر، هذا عبدنا خضر أعلم منك، مرحبا يا رب، وأنت أمرتنا نزداد من العلم وأنا بغيت هذا العلم، فين عبدك خضر، هذا أروح عند عبدك خضر أقول أنا كليمك وأنت ربي، منين جاب الخضر العلم، إلا من عندك، علمنا يا رب، علم إيش هو علم الخضر، ليش ما قال موسى كذا، موسى ما في هوى، موسى يعرف سلة الله، موسى يعرف الأدب مع تصاريف الرب، أودع العلم عند عبده خضر، فالباب عند عبده خضر، وإن كنت الكليم تريد علم روح عنده. وذا قال لك أنا بأخذ اللي عندهم وأنا بعيد، كليم الله، فين عبدك خضر يا رب، قال يمشي روح سافر من بلادك دور عبدنا خضر، روح روح حتى مجمع البحرين، وهناك بتجده مسجع نايم على بتحصلونه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة سنين بالروح، قال أنا ندور الرجال هذا صاحب العلم. ولما بلغ مجمع سحوته موت، قال وين لما تجاوز المكان حس بالجوع، قال إيه أتنا غدانا، هذا المكتل اللي فيه الحوت ناكل، هاتنا غدانا، لقد لقينا، قال هو الحوت خرج ونحن نيام عند الصخرة، قال كيف ما تخبرنا، هذا الذي نبغي، الله قال لي إذا أحييت الحوت وخرج هناك عبدنا خضر، هرجع ثاني مرة، نرجع إلى حيث الصخرة، حصلوا مسجى، السلام عليكم، رد علي أن بأرضك السلام، من أنت، قال موسى، موسى بن إسرائيل، أنت خضر، قال نعم، هل أتبعك، نشوف التلمذة كيف، كليم الله رسول الله من أولي العزم من الرسل، لما بيتعلم كيف، هل أتبعك، هذا بغى نفسه مثقف رافع راسه شوي، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فكرة رشدا، إنك لن تستطيع معي صبر، ما بتقدر تصبر معي، علمي غريب هذا اللي علمنا الله إياه، علم غريب ما تعرفه أنت، ما بتقدر تصبر، لأن الإنسان ما يصبر على ما يجهله، ما غاب عن عقله وعلمه يشق عليه، ماذا؟ فستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، هذا هو تحكيم، شفت التحكيم، وعاد سيدنا موسى أفضل من الخضر بيقين، أفضل من ولا أعصي لك أمر، طيب إذا كان كذا فإن اتبعتني شرطي لا تسألني عن شيء، أي شيء صلحت كنت ساكت، يعجبك ما يعجبك، يوافقك ما يوافقك، تشوفه طيب ما هو طيب ساكت اسكت، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، إذا أنا ذكرتك ذكرته لك تناقش معي فيه ولا اسكت ساكت، شوف بس وجه الاختبار هذا. ركبوا في سفينة
عرفوا الخضر قال تفضل تفضل بلانه انت وصاحبك هذا معكم. قال انتوا خلاص ماشي ناخذ منكم مجرد تفضلوا اخلوا اكرموهم. نقول تمشي سفينه جاء الى لوح من الواحه واحد يقول نزعه من السفينه رمى بقول هوب الجنود قال عجيب قوم يعرفونا عرفوك اخذونا بنشانك بلا نول واحسنوا لينا تقلع عليهم الجوح من السفينه تعرضها للخطر بعدين تدخل منه الماء ويغرق الناس وسط السفينه لقد جيت 20 امراه ايش هذا الكلام؟ لا ما تسمع انت الا ما اقول انك لن تستمع يصبر لو نسيت نسيت نسيت. قال النبي فكانت الاولى من موسى نسيانا قال أوه لا تؤاخذني بما نسيت ولا تقل ما مني عسى. قال خلاص مرحبا لك هذا. يمشوا يمشوا ووصلوا معرة السفينة ووصلوا البلاد اللي بغوا خرجوا. يمشي هو إياه في شارع صبيان يلعبون فيهم واحد نشيط ممدن يلعب قال تعال أنا مشرب لو رقبته قتله سيدنا موسى ايش هذا بده قتل نفوس ها يا خضر قتلت نفس الذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرة. قل ألم أقول لك أنك لن تصير معي صبرا ما فيك صبر أنت أنا قلت لك ما تم علمي ما تجي عليه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال هيا بس إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني عاد وحدة هذا أعطني إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. خلاص أنت معذور الآن في نفي والبعد عن السماح لي بصحبتك عاد هذا أعطنا إياه إن عاد أنا سألتك عن شيء خلاص قال مر امشي. القصد أن سيدنا موسى من خلال هذا انكشف له معاني من العلم الذي عند القدير وعلم أنه لا يتعلق بمهمته التي اختارها الله له الآن في بلاغ الرسالة فتعمد ثالثة مشان يرجع في مهمته يعني خلاص انتهى من مقصده من العلم فمشاه هو إياه الأولى نسي والثانية ما صبر والثالثة تعمده من أجل انتهى المقصود من صحبة الخضر بالنسبة له. فجاءوا إلى عند قرية جائعين هل تعطون احنا شيء؟ يعني قالوا ولا شيء ضيفون قالوا ولا نقبل ضيافة لكم من ضيفكم برا فأبوا أن يضيفوهم بس جلسوا على جانب وهم جائعين تعبانين ما حد رضي أكلهم هذول من قدام الناس شوف كيف أفضل أهل الأرض قدامهم وذولا ما رضوا حتى يعطون لقمة شوف الحياة الدنيا كيف هي ما تغر أحد هذا جالسين. قال سمع شوف هذا الجدار بيسقط حق الجماعة دولا بنصلح لهم لا أكل ولا رضوا يضيفونا وجفونا وهجرونا وتصلح الجدران حقهم خذ جرا منهم ناكل بهك نتغدى نحن وياك قلنا احنا جايعين بعدين بتصلح تمام جزاك صلح لكن خذ عجرة عادوا تصلح بلاش وقدهم رمونا. قال هذا فراق بيني وبينك سوينا بك عين بعطيك الخبر عن المقعات الثلاثة اللي بيني وبينك. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم يعني أمامهم ملك تمر السفن تحت مملكته يأخذ كل سفينة غاصبة لكن إذا السفينة صالحة فإذا رأى هذه السفينة خشبة منها ناقصة ما يسلمها لهم ما يأخذها عليهم يتركها لهم يأخذ كل سفينة غاصبة لكن من شان تسلم لهم السفينة بعدنا لوح واحد والسفينة كلها تسلم ما عرضناهم للغرق عرضناهم للنجاة السلام. إذا كان في تاميمات ولا تاميمات وحصارات بحرية وقرصنة وكل الأشياء حق الحوادث هذه موجودة في الأزمنة الماضية وبسم الله قال له شوف مشوا نجت سفينتهم وهي الآن في ملكهم يتعيشون بها فهي من الحكمة العزال العجب إذا عرف السبب بطل العجب عرفنا بسم الله. وكيف تقتل النفس تصلح واحد مسكين عاد شاب مقبل صغير قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين وقد علم الله علمني كفر هذا وأنه لن يؤمن
وأنه إذا بقي سيكون سبب لكفر أبويه، سيكفران به، يتبعونه في الكفر. ولكن وعدني ربي إذا بعدنا هذا من قدامهم يجي لهم واحد ثاني مسلم مصالح ويتربى معهم وهم صالحين. وأما الغلام فكان أبوه مين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أفضل مؤمن مسلم بيطلع ما بيفتنهم ولا بيزيغهم، خلى هذا يموت روح له. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحت الجدار كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فنحن نخدمهم لصلاح أبوهم صلاح أبيهم. قال وكان أبوهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهم يكبرون ويستخرج كنزهما، ما يروح الجدار يظهر الكنز يخذون عليهم صغار عادهم مساكين ما يتقون الله فيهم يذهب عليهم الكنز فخلوا محفوظ لهم. وما فعلت عن أمري، أنا عبد للرب معي أمر من الله صلحت هذا، ذلك داويل ما لم تسق على جزاك الله خير. تحت المسألة رجع سيدنا موسى لأداء مهمته في الحياة في بلاغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليهم. شوف كيف التحكيم والأدب يقول التحكيم في شيء من شؤون الدنيا مقر في الشريعة، وحتى ينتظم حال الإنسان أحيانا، والناس كلهم الآن محتكمين للشركات وللمؤسسات وللوزارات ولائحة داخلية معهم تحتكم ولا ما أنت ما تحتكم ما تحتكم. قالوا إذا جاءوا يحتكمون لحد يصلح نفوسهم يقول أوه ليس لأغضاء هذا وما هو إله هذا ما هو رب، كيف أنت محتكم في حياتك كلها لمن لا يرقيك ولا ينقيك إلا تطلب منه مصلحة، وهذا يحتكم لأعظم المصالح لينال مصلحة تزكية النفس والقرب من الله سبحانه وتعالى. هو أولى. يقول يروي لنا هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك والإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم. إيش يقول؟ سيدنا عبادة بن صامد بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. ها؟ في العسر واليسر، منشط ومكره، تعبان سمع وطاعة، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، من ولاه الله ولاية ظاهرة أو باطنة من نازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيث كنا. شفت الميزان، لا نخاف لا لومة لائم، ما ننازع لطلب السلطة ولا الحكم ولا الكرسي، ما ننازع نطيع لكن بطاعة الله، وإذا أمر بمعصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا نخاف لا لومة لائم. وهذا مسلك الصالحين. جاءت فلسفات بعدين نقول لا ما تقومون بشرع الله إلا إذا نازعت الأمر أهله، ولا ما هو هكذا، ليش هكذا؟ ولابد حتى تصلون أنتم إلى الحكم، ما فرض الله علينا نصل الحكم ولا أحب منا ذلك، أحب منا أن نحتكم لشرعه وأن نطيع الحاكم في طاعته ولا نطيع في معصيته، هذا الذي أحب منا سبحانه وتعالى. قال وأن نقول بالحق حيث كنا لا نخاف لا لومة لائم. قال ففي لبس الخرقة المعروف بين أهل الطرق الصالحة معنى البيعة، إذا كان المريد أو اللابس يريد تحكيم هذا الشيخ في إرشاده في توجيهه لما يصلحه وما لا يصلحه وما يقربه وما يبعده وما يطهر قلبه وما يكدره فيسلم الزمام لشيء، إذا كان هكذا فهذا معنى من معاني البيعة، لأنه كما يأتي عندكم قد تكون لمجرد التبرك وهذا تشبه وليست بإرادة، وقد يكون للتحكيم.
ويذكر لنا الحديث فيما روي عن سيدنا علي بن أبي طالب. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو عند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه البياقي، وعن سيدنا سلمان إذن الفارسي عليه رضوان الله، يقولون علمكم نبيكم حتى القراءة، أي كيفية قضاء الحاجة؟ قال نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغاية طوبول، ونهانا أن نستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع، يعني بعر برجيع أو بعظم. علمنا كل شيء حتى كيف نستنجي، كل حاجاتنا لنا نور من رسول الله فيها. افتخر سيدنا سنافر قال نعم، كل شيء معلمين، نمشي على التعليمات من فوق حتى كيف ندخل الخلاء، في عندنا تعليم كيف نشرب، كيف نجلس مع أهلنا، كيف نتكلم، معنى تعليم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ وصحبه تأدب بأدابه، حصل سراية من باطن الشيخ إلى باطن هذا المريد. أورد لنا بعد ذلك الأوجه في مسألة هذه الخرقة والوقت يمضي علينا بسرعة وما حد يبيع أوقات، ما هم تقدموا ما يخترعون بيع الوقت ما يقدرونه، لا لا عندهم أماكن لبيع الوقت بضيع الوقت، اخترعوا ابتكروا أشياء كثير بغينا شيء لحفظ الوقت كان، ولا يبيعوا علينا وقت ما يحصلون ما يقدرون، ويا ليتهم خلوا لنا وقتنا هذا هو العاد، يعطون احنا وقت ولا ياخذوا علينا، الا قاعدوا يلهفوا. اكثر اوقات المسلمين راحت بيعه للشياطين الارض، لشياطين اهل الارض. يا محول الاحوال حول حالنا والمسلمين الى احسن حال. قال وجه لبس الخرقه من السنه، الحديث الذي اورده عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، قال من ترون أكس هذه؟ سكت القوم. من ترون أكس هذه؟ سكت القوم. قال صلى الله عليه وسلم ائتوني بأم خالد، هي راوية الحديث، قالت فأتي بي فألبسنيها. أم خالد هذه من أهل الحبش أصلا، جاءت مهاجرة مؤمنة محبة صادقة، فالنبي قال هاتوا لي أمي خالد هذه، هذه المهاجرة الفقيرة المتغربة اللي تركت من أجل الإيمان بلادها وأهلها، هاتوها بكسوها هذا، أتوني بأمي خالد. قالت فألبسنيها، وقال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يعني طولوا لك العمر حتى تخلق هذه الخرقة والكسوة اللي عليك وتبلى، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي مرتين. وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أصفر وأحمر، يقول يا أم خالد هذا سنة، وفي لفظ سنة، في لفظ سنة، لفظ سنة، هذا سنة، معنى سنة بلسانهم الحبشة يكلم بحقهم اللغة، يعني حسن طيب، هذا حسن، هذا سنة، هذا سنة، وكلمها بحقهم اللهجة الحبشية اللي جاءت من هناك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت لا خفاء، يقول لا خفاء أن لبس الخرقة على الهيئة التي يعتمدها الشيوخ في هذا الزمن لم يكن في زمن رسول الله، وهذه الهيئة والاجتماع له والاعتداد بها من استحسان الشيوخ، وأصله من الحديث ما رويناه، والشاهد ذلك أيضا التحكيم الذي ذكرناه، وأن يقتدى بسرعة أتم وأكمل وآكد من الاقتداء به في دعاء الخلق إلى الحق. وذكر الآية حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وذكر سبب نزول الآية، الزبير بن العوام اختصمه وآخر إلى رسول الله في شراج من الحرة، شراج يعني مسيل ماء كان يسقيان به النخل، قال النبي للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. غضب الرجل وقال قضى رسول الله لابن عمته، يوم الزبير بن عمته، أن كان بن عمتك هو شيء في هوا في سيد الوجود يا قليل الأدب، فأنزل الله هذه الآية يعلم في الأدب مع رسول الله، وشراط التسليم هو الانقياد ظاهر وباطن، ونفى الحرج وهو الانقياد، ونفي الحرج وهو الانقياد باطنا، التسليم الانقياد ظاهرا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مغذي التسليم باطنا.
قال فهذا الكيفية التي بسببها جالوس، وقد ألمحنا لكم إلى معنى آخر في سر اللباس، ذكرنا لكم إلباس النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكساء الذين اشتهروا بالإلباس عليه الصلاة والسلام ووضعه اللباس عليهم وتسلسل ذلك بعد ذلك. والقصد أنها وسيلة في تزكية النفس وفي تسليم المريد الصادق إلى العارف الشفيق حاله ليقوده إلى طاعة الله، إلى بر الله، ليخلصه من هواه ومن دسائس نفسه وتلبيساتها. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالتخلص من الهوى والشر والآفات والشوائب والعاهات الظاهرة والباطنة، ويجعل هوانا تبعا لما جاء به سيدنا رسول الله، ولا تجعل في صدورنا حرجا مما قضيت وقضى نبيك، وارزقنا أن نسلم تسليما ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل عليه وعلى آله.